توقعات الفلك لمواليد الميزان على الصعيد المهني بشهر أيلول سبتمبر 2023. تكتمل عناصر النجاح بحياتك عزيز الميزان خلال هالشهر يلي بضم مارس وفينوس، مارس في الميزان ببرجك وفينوس بالأسد من دون ما يحمل معاكسة تذكر. بس الأفلاك بتراجع بنسبة كبيرة وهالشي لمنتصف الشهر تقريبا، وبتولد بعض العرائيل حولك وعلى المستوى العام. إذا طرأت عرائيل أو صار تلميح بتأجيل، فالأمور بترجع بعدين بتصير بنمط بيعوض عما فات. الخبر الجيد هو إنه شؤونك المالية بتوعدك بالأرباح، ويمكن تحظى بعائدات غير متوقعة أو تأتيك أموال من مكان ما كنت منتظره. بتلبي السماء رغباتك أو كأنها بتستجيب لصلواتك بهالشهر. تتحرر من بعض الأثقال، بتمتن أوضاعك وبتحدث التغيير يلي بتحتاج له. كوكب فينوس بيعاود سيره المباشر بعد تراجع بتاريخ 4، فبتحصل أنت على أمنية بتحققها الأقدار. كوكب مارس هو كوكب الحب بالنسبة لمواليد الميزان، بيستقر ببرجك طوال الشهر وبيتحدث عن علاقة استثنائية بتخوضها حاليا ربما على الصعيد المهني. الناس يمكن يشيدوا فيك بهالشهر وتكون حديث المجالس والصالونات. بتشعر انك استرجعت اتزانك وانك عم بتسير على الطريق الصحيح، ويخشى من وقوعك بالغرور يا عزيزي. أمامك شهر من المفاوضات والنقاشات حول مشروع مهم يمكن يغير مجرى الأحداث، أو يمكن بتكون أنت على مفترق طريق مصيري بيستدعي العمل والجهد وبيطغى عليه أو بتطغى عليه روح المنافسة. ما فيك توقف النشاط المطلوب ولا الاستراحة ولو لوقت قصير، لأنه برغم جلالك وبهائك أنت بحاجة للعمل والسعي حتى ما تخسر يلي جنيته، أو حتى ما تتهاوى أحلامك بسبب استهتارك ببعض الأحداث أو غيابك عن حدث مهم. مطلوب المهنية العالية والاحتراف، ما في مجال ولا مكان للهواة بهالشهر. إذا كنت عم بتلاحق قضية أو عمل معين، إياك وإغفال هالتفاصيل. هيدا على الصعيد المهني. شو بتقول الأفلاك لمواليد الميزان بهالشهر على الصعيد العاطفي بفيديو آخر؟